عقدت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتماعا في قصر السيف برئاسة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، وبحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية المتمثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني. اللجنة بحثت آخر المستجدات بشأن الوقوف على الاستعدادات والإجراءات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية من فحص الـ PCR للقادمين إلى البلاد والحجر المنزلي بعد الوصول.